إذا كما تعلمون هذه الاستحقاقات هي تتعلق بالامتحان الجهوي للأولى بكالوريا في هذا المركز. يبلغ عدد المترشحين 283، منهم 170 إناث، وعدد القاعات 17 قاعة، وعدد مراقبي الإجراء 43 أستاذ، وحوالي 10 ديال المتدخلين بالنسبة للكتابة ومساعدي رئيس مركز الامتحان. إذا هذا اليوم الأول مررنا في هذه الصبيحة مادتين اللي هي مادة الفرنسية والتربية الإسلامية، وهذا المساء نمرر مادة اللغة العربية. ومرت لحد ساعة أطوار هذا الامتحان هذا في جو تربوي ممتاز، ونشكر جميع المتدخلين بما فيهم المديرية الإقليمية والأكاديمية اللي وفروا الإمكانيات لإنجاح هذا الاستحقاق. خلال هذه الدورة هذه هناك مجموعة من المستجدات، خصوصا ما يتعلق بالترميز السري لأوراق التحرير اللي تم يعني بواسطة ملصق إلكتروني. هذا الملصق هذا تم الإلصاق دياله بشكل ممتاز في أوراق التحرير، وتمت المراقبة ديال يعني المسك ديالو والإلصاق ديالو في الحيز المخصص، ويعني تم بشكل جيد على العموم، مع أن هناك بعض يعني الأمور اللي هي طفيفة، أحيانا بعض حالات محدودة لإلصاق الملصق خارج الحيز أو إلصاقه في يعني المكان الغير المطابق في الورقة، خصوص العربية فرنسية يعني وجهة الورقة واش عربية ولا فرنسية، ولكن على العموم مرت هذه العملية هذه في جو ممتاز. طبيعة الحال سبق هذه العملية كلها واحد اجتماع تحضيري اللي شرحنا فيه بشكل مستفيض هذه المستجدات هذه وغيرها من النقط اللي هي عادة وخا كتبان بأنها روتينية ومررناها مرارا وتكرارا مع نفس الطاقم وأحيانا مع طاقم آخر، ولكن دائما كنحاولوا أننا باش ما تكونش هذيك الثقة التي أحيانا تؤدي إلى الغرور، أنه يكون المشرف على الإجراء أو مراقب الإجراء أنه يقوم بهذه العملية كأنه يقوم بها لأول مرة، حرصا على أنها تمر في ظروف سليمة. بالنسبة للمهام ديالنا كمختصين اجتماعيين، قمنا طوال السنة أولا الاشتغال ديالنا طوال السنة في مواكبة التلاميذ في مختلف المحطات التربوية، وهي انهم لهذه المحطه اللي كتكون مفصليه في السنه الدراسيه، اعطيناهم ادوات الاشتغال وكذلك مجموعه من التقنيات للمراجعه وكذلك للقيام مجموعه من العمليات في التحضير لهذه المحطه الاساسيه اللي من خلالها كيحددوا المسار الحياتي والمهني ديالهم في احسن الظروف. بالنسبه للخطوات اللي كنديروها حنايا هو اننا كنحاولوا اننا نخفوا ذاك الضغط اللي كيكون على التلامذ في هذه المحطه هذه من نظر لطبيعه المرحله، وكاول تجربه فيما يخص اجتياز الامتحان ديال في السلك الثانوي التاهيلي كنحاولوا اننا ذوك الصعوبات اللي النفسيه وكذلك ما يقف حجر عطره امام الوليدات ديالنا اننا نسهلوا اليوم الاموريه بمجموعه من النقاشات والورشات اللي كتكون في غالب الاحيان يعني تتوصل نتائج اللي حنا بغيناهم في انهم يجتازوا هذه المحطه بنجاح ويحصلوا على نتائج اللي كترضي الاطر ديال المؤسسه ولا كذلك الاباء وكافه الفاعلين في الحقل التربوي منهم المديريه الاقليميه وكذلك الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين سوس مسار.